ونلهمنا يا رجالة المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولاد الموت أولاد أحلى أولاد يا حلاوة الكيد الشغالة يا حلاوة الكيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة يا حلاوة الكيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة المكان الزاير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولاد المكان الزاير من شوقه بيقول يا ولاد احلى ولا يا حلاوة الايد الشغالة. مشاهدينا اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج يا حلاوة الايد الشغالة، خليكم معانا وتابعونا. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه، وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش، ولما رمت عليك حملي شاركتني فيه، ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكة مشيناها، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه، يلا هانت خلاص وانا وانت قلناها، احنا نقدر وده اللي انا وانت وخلاص فاضل تكة تكة على آخر السكة لسه تكة، كان ناس كتير شكة شكة شكة، وشوفوا رحنا لفين وخلاص فاضل تكة تكة على آخر السكة لسه تكة، كان ناس كتير شكة شكة شكة، وشوفوا رحنا لفين. فاضل تكة 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 على آخر السكة لسه تكة، خطوة جابت خطوة خطوة خطوة، وشوفوا رحنا لفين. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، والنهارده الحلقه من مجمع الصناعات داخل محافظه الاقصر، المجمع الصناعي، واللي بيوجد بيه مجموعه من المصانع ومجموعه من الايدي العامله. احنا دلوقتي في احدى المصانع لصاحبها استاذ مهندس روماني فاروق فؤاد. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يمكن استاذ روماني احنا بنتكلم عن التصنيع وعن الايادي الشغاله الموجوده في المكان، ولكن في البدايه عايزين نعرف من حضرتك، حضرتك دارس ايه وايه الشغل؟ انا حضرتك حاصل على دبلوم صنايع. دبلوم صنايع. تمام. بدات حياتك العمليه ازاي؟ والله كتير اشتغلت في حاجات يعني كتير، احكي لنا يعني تجاربك عشان الشباب يستفاد من حضرتك. والله حضرتك انا كنت بستورد الشنط دي من الصين اساسا، كنت شغال في الشنطه الحريم والبوكات والكلام ده كله. وجاتني الفكره ان انا اصنع الشنطه دي في مصر، فعشان اوصل للكلام ده تعبت، خدت في تركيا حوالي 20 يوم لان كان طبعا الصين قافله، فدخلت مصنع واثنين وثلاثه واربعه في تركيا وخدت التجربه من هناك وجيت نفذت هنا. ونفذت هنا وخسرت كتير برضك وبرضك. لا احنا عايزين نعرف برضو بدايتك، حضرتك واخد دبلوم صنايع ويعني قاعد في سوق العمل بقالك فتره وسنين، يعني تدرجت في الشغل بتاعتك قبل ما نعمل المصنع؟ لا قبل ما يعمل المصنع انا كنت شغال معايا محل اجهزه كهربائيه. يعني دايما في التجاره والصناعه. طبعا ومعايا طبعا محلات في شرم الشيخ. تمام. بس وشغال المحل بتاعي في شرم الشيخ شغال في الجلود. وشغال في الشنط. جاتني الفكره. جات لك الفكره ان هو المصنع ده بيصنع شنط سفر. ان شاء الله. طب الفكره جات لك امتى وطبقتها وحاولت تطبقها امتى ودراسه الجدوى عملتها ازاي؟ والله من فكره حضرتك من بدري انا عايز اعمل الفكره دي، بس طبعا كانت عشان القى لي مكان كان موضوع صعب، وفي نفس الوقت انا بعمل في واحد تاني في مصنع تاني ان شاء الله. يعني والله يعني بره باذن الله. بره يعني انت اللي هنا المنطقه او المجمع الصناعي بدات فيه من امتى؟ يعني من سنتين. قولي بقى الاجراءات والحاجات اللي عملتها عشان توصل للمرحله دي. هم بصراحه كان في تسهيلات بالنسبه للرخصه، بصراحه تسهيلات بصراحه يعني. احنا عرفنا انه عن طريق جهاز تنميه المشروعات هو اللي ساعدك في طبعا موني في بالنسبه اني اجيب المكان واجيب الخامات والكلام ده كله. قول لي بقى، احكي لي بقى عملت ايه؟
والله احنا انا سحبت كراسه الشروط من هيئه التنميه الصناعيه، وتوجهت بعد كده لصندوق تنميه المشروعات. حتى الاجراءات كانت ميسره يعني بسيطه، فيها تسهيلات. اخذت الرخصه بسرعه، وفي نفس الوقت بعد كده ساعدوني في اني اخذ التمويل صندوق تنميه المشروعات. كلهم بصراحه ساعدونا، ما فيش حد قصر معاهم. مين في مشاكل واجهتك؟ اي معوقات كانت؟ طبعا في مشاكل، واي حاجه او اي حد بيبدا في بعض العراقيل بتظهر، ولكن بنحاول يعني نسهل الامور لبعض. المشاكل بالنسبه لي الخبره بتاعت الصناعه، ما فيش. دي هي كانت العقبه الوحيده اللي قدامي. يعني تلاقي ايادي شغاله معاك؟ طبعا. دي كانت بالنسبه لي هي. واجهتها ازاي المشكله دي؟ والله واجهتها، ربنا سهل كده. الجماعه اللي معايا دول بصراحه. انت عندك كم عامل هنا؟ عندي حوالي يعني 20 عامل. ما شاء الله، كويس جدا. العمال اللي موجودين ال 20 يعني اخترتهم يعني بناء على شروط، ولا انت خدتهم ودربتهم مثلا، دخلتهم دورات تدريبيه؟ والله انا يعني بصراحه يعني تعبوا معايا هم وكافحوا معايا. بوظنا شنطه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه ما وصلنا اللي احنا عايزينه. لغايه المرحله دي. الحمد لله يعني. ما قلتليش برضه بتدربهم ولا يعني؟ طبعا. والله احنا يعني انا بكون قاعد على المكنه اللي شغال عليها دي، بجيب واحد اخليه يشتغل معاي مره واثنين وثلاثه لغايه ما يده ابتدت تاخد على الشغلانه. وفي نفس الوقت حضرتك المكنه دي تعبتنا كتير، لان ما عندناش خبره احنا في مصر هنا، والصين طبعا قافله، والمهندس اللي كان جاي يركبها من الصين، والصين كانت قافله في ازمه كورونا. بوظت كتير معاي. فالحمد لله وصلنا اللي احنا عايزينه. المصنع كانت بدايته اكيد صغيره، ما كانش بالحجم ده طبعا. طبعا. هو كان بس هو كان طبعا الحته المنطقه اللي كنا قاعده فيها دي، كان بنجمع فيها الشنطه والمكنه دي وطربيسة التجميع اللي معموله حضرتك هناك. فانا اخذت الهانجر ده واخذت الهانجر اللي ورا. اخذت الهانجر ده حضرتك اللي ورا والهانجر اللي وراه، وفي هانجر تاني برضك هقدم عليه تاني. انت كده ما شاء الله بتكبر كل شويه، يعني اربع هناجر ان شاء الله. ان شاء الله. كبرته ازاي؟ وايه المعدات اللي عندك هنا والمكن؟ كلمنا عنها. انا عندي مكنه تشكيل فاكيوم دي حضرتك. تشكيل فاكيوم. هي اللي بتصنع الشنطه. بعد كده بتخش على مرحلة تاني، طبعا مرحلة اثنين ثلاثة بتاع خمس ست مراحل بس، ولغاية ما تتجمع الشنطة. انت بتشتغل في شنطة سفر فقط؟ شنطة السفر، وفي شنطة تانية هتتصنع ان شاء الله خلال المرحلة الجاية ان شاء الله. مصنع هتصنع شنطة المدرسة. الشنطة المدرسية ان شاء الله. طيب، فكرة شنطة السفر بيبقى لها افكار كتير وخامات كتير. الخامة اللي حضرتك شغال فيها ايه؟ خامة اسمها بي بي بي. دي زي الواح انا شايفه. دي الواح، دي بقى انا بستوردها من الصين. بستوردها من الصين الواح. بس انا ان شاء الله يعني المرحله اللي جايه يعني قريب ان شاء الله. ماشي. هي دي؟ هي دي. انا بستورد. شايفين جوده المنتج عامله ازاي؟ حاجه ما شاء الله تحس ان هي مستورده، يعني تقفيل، يعني انا ببص على الحاجه في تقفيلها، ما ببصش يعني على حاجه معينه. الكلام ده تعبنا. التقفيل يعني حاجه ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد لله. الخامه برضو، الخامه دي اسمها ايه؟ بي بي. بي بي. في برضو بيبقى سيليكون تقريبا ولا لا؟ هو دي نوع خامتين. دي خامه اسمها بي بي بي، وخامه اسمها بي بي سي. دي هي دي اسمها بي بي بي. تمام. يعني دي بتتكسر ولا لا؟ لا مش بتتكسر طبعا. بتتكسر. ممكن اوقف لك عليها دلوقتي. لان دلوقتي يعني المستهلك طبعا مع الاسعار والحاجات دي عايز يجيب الحاجه تقعد معاه. طبعا. يعني تعيش شويه. طيب، بتعتمد على التفنيش الشغل ازاي بقى؟ على حد معين بتدربه؟ احكي لنا برضه عن التفنيش. الشغل دي بتعدي على حوالي ثلاث مراحل. اخر مرحله الاخ اللي بيفنشها خالص، لو فيها اي عيب بيركنها على جنب. دي اخر مرحله بالنسبه لتصنيع الشنطه في الفينش الاخير. يعني لو لقي اي عيب بيركن اي شنطه على جنب. بس اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى ربوك حساباتك، شغلك علق اي امور في حياتك، خلي البلد
حسابك شغلك حيخليك تتميز انا ساعد من ما تنامشي ما تسمين انت ما بتمشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واهب تعب البلدي ومصر اكبر متحيز جدودنا ما بخلوش وترى تاريخك شوف الماضي شوف احنا ازاي ما نسيناهوش انا ساعد من ما تنامشي ما انت سنين انت ما بتقومشي احنا بنعمل كده لولادنا من قاعد معظمنا حيمشي قول انا واهب تعب البلدي المزرعة اكبر متحيز دي حضرتك اول مرحله اول مرحله ايه اول مرحله هي اول مرحله حضرتك دي تحت الاسطمبات مكانه الفاكيوم دي هي اللي بتطلع الشنطه وبعد كده بيخش على مرحله اسمها تقطيع زي الاسطمبه يعني اه دي بركب فيها الاسطمبه حسب ما انا عايز الاسطمبه دي بركب الاسطمبه دي عايز اغيرها بفكها واركب اسطمبه تاني بعد كده بتخش على مرحله التقطيع وبعد كده مرحله اسمها مرحله التفريغ وبعد كده مرحله ثانيه اسمها مرحله التخريم وبعد كده مرحله ثانيه اسمها دبلو فيس بيتعمل لها دبلو فيس والكسوه الداخليه من جوه وبعد كده بتخش على مكانه الخياطه جميل جميل يعني دي اربع مراحل كده لا مرحله 2 3 بتاعت 8 مراحل 8 مراحل عشان نوصل للشنطه عشان توصل للشنطه دي احجام الشنط عندك مقاس 20 مقاس 24 مقاس 28 الالوان بتاعه الشنط بتيجي ملونه كده ولا انتوا بتيجي بيجي اللوح جاهز الوان الوان مختلفه اه الوان مختلفه زي حسب ما انت طالب اه في الوان رجالي والوان ستاتي هو طبعا المفضل عند الرجال طبعا الاسود وبعد كده باقي الالوان دي اسود وكحلي بعد كده في اللون الصفر في كذا لون يعني طيب يعني باشمهندس يمكن برضو اي مشروع بيحتاج لشغل كتير عشان يبدا فيه ان احنا حركه وتسويق وبيع وشراء قسم التسويق عندك يعني موضوع التسويق كلمنا عنه ازاي بتشتغل عليه ازاي بتسوق المنتج اللي انت فيه والله انا بودي شغلي شرم الشيخ وبودي الغردقه يعني سوقك شرم الشيخ شرم والغردقه اه ان شاء الله بيبقى السعر سعر كويس يعني ولا ايه طبعا الحمد لله اول حاجه ما فيش تكلفه بالنسبه للنقل ايوه بالظبط دي حاجه مش سهله برضه اه مفيش بيبقى تكلفه بيع بسعر كويس الحمد لله المكان اللي عندك ده بيبقى ليه صيانه كل فتره اه طبعا اهم حاجه الزيت والصيانه الكامله بيعملها الباشمهندس عبد الله هنا معايا انا شايف المكنه اللي هناك عامل واحد فقط اللي واقف عليها عادي هو المفروض بيبقوا اثنين واحد بيتلفى من يجهز له الالواح بس طبعا النهارده الاخ اللي معاه ما جاش طبعا احنا بنبقى فخورين جدا لما يبقى مكان زي ده موجود في الاقصر بيوفر عماله بيوفر ايادي شغاله باشمهندس عايزين يعني نتجول معاك في المكان هنا ونشوف امكانيات المكان مشاهدينا هنروح مع الباشمهندس نشوف امكانيات المصنع والمكان والايادي الشغاله الموجوده فيه خليكم معانا وتابعونا ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكاية وما فيها متعبش ويا
بكم مرة تانية، و ما زلنا من داخل إحدى مصانع المجمع الصناعي بمحافظة الأقصر، داخل مصنع شنط سفر. ويمكن أي مكان فيه شغل وأي مصنع ما بيكملش غير بالأيادي الشغالة الموجودة فيه. معانا مهندس سعد العدلي علي، مسؤول الصيانة والتشغيل والإنتاج المبدئي بالمكان هنا. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم بحضرتك. كلمنا يا باشمهندس على يعني شغلك في المكان هنا من البداية، كان ازاي مشاركة الأستاذ روماني في الفكرة في الشغل؟ والله هو الأستاذ روماني عرض عليا الفكرة واستورد المكان، فكان أنا المسؤول عن تركيبه وتشغيله، وبعد كده شوية شوية وجبنا ناس يعني واشتغلنا. بدأت معاه من هو قال لي من سنتين بدأ. بدأنا من سنتين. بدأ معاه من أول ما اشتغل. من أول ما استورد المكان. أنت دارس إيه؟ انا دارس كهرباء. يعني يعتبر في مجالي، مجال شغلك يعني كهرباء وميكانيكا. اشتغلت قبل كده حاجه في مكان؟ اشتغلت فتره في اكتوبر، واشتغلت في السياحه مصانع. في مصانع. طيب فكره ان انت يعني تمسك اداره تشغيل في مصنع شنط في بلدك فكره كويسه، وبتوفر لك فرصه عمل كويسه. طبعا فرصه عمل كويسه، وانا ببقى جنب بيتي واهلي. بعيد عن السفر. فتره ساعات العمل بتبقى قد ايه؟ هو فتره ساعات العمل 8 ساعات. 8 ساعات. 8 ساعات بتشتغل؟ 8 ساعات. تمام. بيبقى عندك عمال طبعا تحت ايدك وكده؟ طبعا. بيبقى قد ايه العمال؟ هو احنا لو كامل العدد كله الفول تيم بيبقى من 18 ل 20 فرد بالخياطين بكل الناس. لا اقصد اللي عندك على المكنه هنا. موجود معايا على المكنه بيكون اثنين بس. اثنين انت بتدربهم؟ انا بدرب المسؤول معايا في الورديه، وفي واحد تاني بياخد الشغل من ورايا على طول. انت بتظبط الشغل وهو يستلم وراك على طول. طيب قول لي يا باشمهندس برضو الشغل هنا طبيعته ازاي وبتشتغله ازاي، وريني بقى الالواح اللي بتشتغلوا عليها. احنا بنستورد خامه زي كده. تمام. وبعد كده بندخلها على المكنه على الاسطمبه المطلوبه مننا. الخامه اللي هي الخامه اللي بيصنع منها الشنطه. الخامه الشنطه. تمام. بعد كده بتستوردوها بنفس الحجم ولا انتوا بتقطعوها هنا؟ لا احنا بنستورد احجام مختلفه. الواح مختلفه. احجام مختلفه، ثلاث احجام. فكل حجم مثلا ده الحجم الوسط بتاع الشنطه الوسط اللي هي بتطلع كده في الاخر. المنتج بتاعها. تمام. بتخش المكنه، طبعا عندنا المكنه يمين وشمال بيبقى وش وظهر الشنطه، فبناخد المرحله كامله. بتخش الشنطه بتاخد مثلا 35 ثانيه حراره، وبترجع تتضغط وتتشفط على تطلع لنا الشغل ده على الاسطمبه المطلوبه مننا على المنتج. هو بيبقى في اسطمبات عندك؟ عندنا كذا اسطمبه وكذا شكل، كل شكل بيبقى كامل الطقم بتاعه. بيبقى كامل طقم ست حتت. يعني الطقم بيبقى ست حتت؟ ثلاث حتت، ثلاث شنط، ست حتت وش وظهر. وش وظهر بالالوان قصدك؟ وبرضه الاسطمبه وش وظهر. تمام. طب قول لي يا باشمهندس، يعني الموظفين او العمال اللي عندك بيحتاجوا تدريب مثلا لفتره معينه، بيحتاجوا ان انت تركز معاهم شويه؟ انا بركز معاهم بس في موضوع تشغيل المكن، وازاي يخلي باله من نفسه وما يعورش نفسه هي والمكنه شغاله، لان المكنه دي بتوصل درجه حراره 1000 و1200 درجه حراره. يعني التركيز مع العامل على المكنه؟ ما هو على حسب درجه خبرته، هو كل ما بيشتغل معايا اكتر بتزيد الخبره بتاعته، بس مش من اول فتره بيشتغل على المكنه على طول، لا بياخد فتره عشان يتعلم ازاي بيشتغل عليها علشان ما تبصش الخامه منه هو ما يتعورش. باشمهندس يمكن انا شايفه ان اللي واقف على المكنه لازم يعني يركز، لازم يبقى واعي علشان برضو السلامه، يبقى في سيفتي في الموضوع. اكيد اكيد اكيد. المكنه فيها كذا حاجه خطيره، وفيها بتبقى سخنه. أيوة. لازم يحرص على ايديه. الحراره دي بتتغلبوا عليها ازاي؟ احنا بنلبس قفازات حافظ ضد الحراره. تمام. احنا شغالين عشان درجه الحراره العاليه، وبعد كده الشغل ده بيبقى مظبوط، ما ينفعش ايده تروح كده ولا كده. بيبوظ، تبقى حاجه مظبوطه. بالملي يعني. لان لو اي عيب ظهر معاه في المكنه لازم، في اي عيب ظهر بتتعاملوا بيه عليه ازاي؟ باجي انا اظبط بقى الحراره والوقت.
الوقت بتاع الشنطة نفسها، لأن كل خامة بتفرق على التانية وكل لون بيفترق في درجة حرارته. فاحنا بنشتغل على جميع الألوان اللي بتجينا، إن شاء الله بنطلعها يعني 99%. أنت كأيد شغالة في المكان هنا، المكان بالنسبة لك كويس و... المكان كويس، والفكرة نفسها كويسة جدا، يعني توفير الدولار، توفير المستورد، احنا بنطلع خامة أفضل من المستورد. احنا عندنا خامات كتير، بنشتغل على كذا خامة، وكل شكل بيطلع يعني على حسب المطلوب، وإن شاء الله الفينش أعلى من المستورد. في أفكار جديدة بتضيفوها للشغل ولا بتشتغلوا على أفكار معينة؟ أكيد في أفكار جديدة بالنسبة لترتيب الألوان، بالنسبة يعني احنا اللي بتيجي الاسطمبة ما فيهاش أي حاجة، احنا بنظبط بعد كده ايه الفكرة بتاعتنا، مثلا القفل بيتركب أشيك مكان ليه، المقبض أشيك مكان ليه، فعلى حسب ايه المطلوب مننا. طبعا مستر روماني معانا في كل شيء، وبناخد رأي بعض في كل شغلنا. طبعا أنا في نهاية كلامي بشكرك، ويا رب دايما كل الشباب بيلاقي شغل، واحنا دايما بنبقى فخورين لما بنلاقي ايادي شغاله بتشتغل وبتنتج منتجات مصريه. ان شاء الله يكون مستقبل افضل لاولادنا طبعا، وان شاء الله ان كل حاجه تكون موجوده في مصر، ان شاء الله كل حاجه نصنعها في مصر ان شاء الله. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه، وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش، ولما رمت عليك حملي شاركتني فيه، ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش. يلا يلا نكمل سكه مشينا، يلا نفرح سوا باللي احنا حققناه، خلاص فاضي السكة على آخر السكة، لسه كان ناس كتير شكة، خلاص فاضي السكة على آخر السكة، لسه كان ناس كتير شكة، وشوفوا روحنا لفين. فاضي السكة على آخر السكة، لسه تكة خطوة جابت خطوة، خطوة خطوة وشوفوا رحنا لفين. يمكن طبعا زي ما قلنا لكم ان احنا دايما بنبقى فخورين لما بنبقى موجودين في اماكن زي دي، مصانع وعمال شغاله وايادي شغاله. ان شاء الله يا رب كده يبقى المستقبل كويس بالنسبه للاجيال الجايه، وشكرا ليكم، والى اللقاء في حلقات اخرى من يا حلاوه الايد الشغاله. حلاوه الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله، المكان الداير من شوق بيوت يا ولاد احلى قوالة، المكان الداير من شوق بيوت يا ولاد احلى قوالة، يا حلاوة الايد الشغاله.